أهلا وسهلا فيكم بمسابقة المناظرات الوطنية اللي بتواجه فيها في كل حلقة فريقين من جامعتين أردنيتين أمام جمهور من زملائهم من مختلف الجامعات الأردنية. في كل موضوع سيسعى كل فريق من مؤيد ومعارض لإثبات قوته من حيث طريقة العرض والحجة والدليل والتواصل، وتقرر لجنة الحكم الفريق الفائز. سيشارك في المسابقة 16 فريقا من 16 جامعة أردنية. أهلا بكم في مسابقة المناظرات الوطنية. اليوم نحن في المناظرة الثامنة التي ستكون طروحتها عن مشروع ناقل البحرين، هل سيساعد في حل أزمة المياه في الأردن؟ رح يكون معنا فريقين من جامعتين، الفريق المؤيد من جامعة فيلادلفيا، والفريق المعارض لهذه القضية سيكون من جامعة عمان الأهلية. اسمحوا لي بداية أن أرحب بلجنة التحكيم، الدكتورة نيرمين مراد مديرة برنامج تكامل التابع لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتملك من الخبرة الواسعة في إدارة المشاريع المعقدة والتعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية الحساسة، أيضا حاصلة على جائزة مينا لأفضل امرأة في القطاع الغير هادف للربح. والسيد وسام خليفة مسؤول الريادة في مؤسسة إنجاز، مدرب ومحكم مناظرات مع صوت الشباب العربي وناشط شبابي في عدد من المؤسسات. أيضا الدكتور قاسم العمرو بروفيسور في جامعة البتراء وإعلامي امتاز بالعمل المهني، فرض اسمه في صفوف الإعلاميين على مستوى المحافظة والوطن من خلال كتاباته في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية. سنبدأ المناظرة اليوم مع غالب القيسي من الفريق المؤيد. غالب معك دقيقتين، بعد دقيقتين سننتقل إلى الفريق المعارض، تفضل. بالبداية أحب أن أرحب بلجنة الحكم والحضور الكرام وفريق المعارض. أنا غالب القيسي مؤيد أول لفكرة أن مشروع ناقل البحرين قادر على حل الأزمة المائية في الأردن. واسمحوا لي بالبداية أن أعرف المشروع، حيث أنه سيتم الربط بين قناة بين البحر الميت والبحر الأحمر، وإقامة محطات لتحلية المياه. وكما يعلم الجميع فإن الأردنيون يعانون من الأزمة المائية منذ عقود، والمصادر الحالية لا تكفي لإشباع حاجة المواطنين. فمتوسط حصة الفرد الأردني من المياه يساوي 130 متر مكعب سنوياً، وهي الأفقر عالمياً، بينما تساوي حصة الفرد في العالم متوسطاً 500 متر مكعب من المياه سنوياً. ويرجع ذلك لارتفاع معدلات الزيادة السكانية في الأردن لتصل سنوياً إلى 2.5%، وقيام الأردن أيضاً باستضافة اللاجئين السوريين الذي أصبح عددهم يتزايد عن 1.5 مليون، ما أدى إلى زيادة الطلب على المياه بنسبة 40% في محافظة الشمال و 20% في محافظات الوسط. وبعد استنفاذ الأردن جميع مصادرها لم يبقى لدينا سوى تنفيذ مشروع قناة البحرين، والذي سيعمل في المرحلة في مراحله الأولى على ضخ ما يقارب 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. وغير ذلك بأن الأردن ستحصل أيضاً على حصة من مياه بحيرة طبرية بتكلفة 27 قرش للمتر المكعب لتغذية محافظات الشمال، مقابل ما ستحصل عليه إسرائيل من قناة البحرين، وذلك بتكلفة دينار واحد للمتر. وشكراً. شكراً غالب. والآن سننتقل إلى المعارض الأول محمد حمدي. محمد معك دقيقتين، تفضل. السلام عليكم. بداية بدي أرد على الأخ بيحكي أنه استنفذنا كل المشاريع. لا، في مشاريع عنا، إن شاء الله زميلتي راح تبين شو هاي المشاريع، لأن المشروع بالواقع يربط الاقتصاد الأردني والفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ويجعلهما يدوران في فلكه باعتباره أقوى منهما. كان الهدف من فكرة المشروع حين عرض لأول مرة قبل توقيع اتفاقية وادي عربة البحث عن بدائل لتوليد الطاقة لإسرائيل، وبعد توقيع اتفاقية السلام ألبس أكثر من زي ليأخذ استحسان ودعم جميع الدول، فارتدت الفكرة ثوب أخضر وعرضت كقضية علمية بيئية في مؤتمر الأرض على أساس الفائدة الزراعية، وتم صبغها باللون الإنساني ونوقشت في مؤتمر المياه على أساس حل مشكلة العوز المائي، ثم أصبغت بعد ذلك بالصبغة الاقتصادية وطرحت في المنتدى الاقتصادي العالمي على أنها فرصة جيدة لبدء شراكة اقتصادية بين أطراف النزاع في المنطقة. وأخيراً بالصبغة السياسية عندما نوقشت في المؤتمر الدولي لإدارة الطلب على المياه باعتبارها مشكلة سياسية مائية. وإذا تغاضينا عن هذا الجانب فإنه أولاً تكلفة المشروع الباهظة الثمن، حيث تكلفة المتر المكعب الواحد المحلى والمنقول لمحافظة عمان تبلغ دولاران،
ثانياً، إن النقص المتزايد من البحر الميت سنوياً يفوق المتر عن سطحه، وهذا المشروع لا يكفي لسد 10% من تناقصه. ثالثاً، إن الخطر الذي يهدد الأراضي التي يمر بها الأنبوب من الناحية البيئية وتملح التربة، حيث أنه يتسبب بحدوث بقع حمراء خطيرة ينتج عنها بكتيريا جديدة، أي بمعنى خسارة الأراضي الزراعية على طول 200 كيلو متر وليس إحياءها يا أخي. وهذا سيعود سلباً على القطاع الزراعي من إفساد تربة سلة الغذاء. شكراً محمد. والآن سننتقل إلى المؤيد الثاني نور الهنيني. نور معك دقيقتين، تفضل. مرحبا، أنا نور الهنيني، مؤيد ثاني لفكرة مشروع ناقل البحرين. رداً على ما تقدم فيه زميلي حول الخطورة العالية لتربة البحر الميت، قبل إقرار تنفيذ مشروع ناقل البحرين قام البنك الدولي بدراسات عدة على أرض البحر الميت حتى يختبروا مدى مناسبة المشروع للبحر الميت. والتكلفة كمان تم تقسيم المشروع لخمس مراحل للتقليل من العبء المادي على الأردن. ثانياً، البنك الدولي وجهات مانحة من المجتمع الدولي حتكون مانحة لكثير مراحل من هذا المشروع. ومن من الفوائد الثانية لمشروع ناقل البحرين إنه بيهدف لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، لأنه فعلاً البحر الميت مهدد بالجفاف. فالدارسين لوضع البحر الميت وجدوا إنه انخفض منسوب البحر الميت 24 كيلو متر مربع وتقلص حجمه بنسبة 33%، فصارت مساحته الحالية ما بتزيد عن 637 كيلو متر مربع بعد ما كانت 1034 كيلو متر مربع. وهي الدراسات كلها بتحكي لنا إنه احتمال كتير كبير بالخمسين سنة الجايين نخسر البحر الميت نهائياً ويجف. يعني ممكن إحنا نصير نحكي لأحفادنا كان إشي بالأردن اسمه بحر ميت بس يا خسارة نشف. لا، إحنا ما بدنا نوصل لهاي المرحلة، إحنا بدنا يكون عندنا نظر بعيد المدى وفكر بعيد المدى ونفكر بالأجيال القادمة وحقها في إنه يكون عندها بحر ميت بأحسن حالاته. وهيك بننفذ مشروع ناقل البحرين وبننقذ الموقف من هلأ. فأي حد بشجع لمصلحة البحر الميت هو بشجع لمشروع ناقل البحرين. شكراً. شكراً نور، وشكراً لالتزامك بالوقت. والآن سننتقل إلى المعارض الثاني سارة قطيشات. سارة معك دقيقتين، تفضل. مساء الخير. بناء على ما تقدم به زميلي من حقائق المشروع الذي سيتحمله الشعب لوحده، وردا على ما تقدم به الفريق المؤيد، لكم عونا على المنح التي انتظرناها طويلا ولم نحصل عليها. يوجد دراسات أعدها البنك الدولي لعدة خيارات بديلة لمشروع ناقل البحرين، وتشمل نقل مياه البحر الأبيض المتوسط إلى وادي الأردن من أجل تحلية المياه كخيار أول، وهو الأقل كلفة حيث لا يتجاوز المتر المكعب الواحد 350 فلس، ومن تركيا عبر خط الأنابيب الأرضية كخيار ثاني، ومن نهر الفرات إلى الأردن كخيار ثالث. إن توقف إسرائيل عن سرقة مياه الأردن والذي كذلك سيمنع زوال البحر الميت، إنشاء محطات تقنية المياه العائدة بعد الاستعمال للزراعة، إنشاء محطات تقنية المياه وإعادة جدولة حصص مياه الري للاستخدامات الحضارية في الأردن تقدر ب 300 مليون متر مكعب سنوياً، يمكن إعادة جدولتها من استخدامات الري إلى الاستخدامات الحضارية. ومن بين المنظومات تحسين أساليب إدارة المياه في الأردن، ويشمل ذلك تخفيض نسبة الفاقدات والتسريب من المياه عن طريق تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية وإدخال التعرفة الجديدة للمياه وتبني محفزات المحافظة على المياه من 100 إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً، ودراسة إنشاء سدود إضافية تساعد في حل الأزمة المالية. وإذا أخذنا بأعين الاعتبار الظروف المناخية للأردن خلال خمس سنوات السابقة، فسوف نجد أن معدلات هطول الأمطار في تزايد عما قبلها بنسبة عالية جداً. وشكراً. شكراً سارة، وأيضاً شكراً للالتزام بالوقت. والآن سننتقل إلى الملخصين في كلا الفريقين. الملخص الأول سيكون من الفريق المؤيد محمد الكسواني. محمد معك دقيقتين، تفضل لو سمحت. السلام عليكم، محمد فايز الكسواني من الفريق المؤيد. تأكيداً على ما قال به زملائي أن مشروع ناقل البحرين سيوفر 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً للأردن، سيذهب 30% منها للعقبة، وسيتم توفير
30% المستنفذة في العقبة من مياه الديسي لتضخ في في كل من الطفيلة ومعان وعمان والكرك، إضافة إلى ذلك مياه التحلية الناتجة عن تحلية المياه المالحة الناتجة عن تحلية المياه ستذهب كلها إلى البحر الميت بمقدار ما يقارب 1.2 مليار متر مكعب، وذلك كافي بشكل كبير لرفع مستوى البحر الميت. البحر الميت إذا استمر على نفس الحالة التي هو عليه ستقل مساحته من 5 إلى 7 كيلومترات مربعة بعد 50 عام من الآن. كمان بدي أرد على الأخت اللي حكت إنه بدنا نأخذ من المي تحت الري ونعطيها للمشاريع الحضارية، يعني إحنا نضحك على حالنا نأخذ من نسقي المزروعات وعشان نعطي المواطنين يشرب ونصير نستورد الفواكه والخضار اللي عندنا من برا. غير هيك مشروع اللي هو من البحر المتوسط للبحر الميت إسرائيل طرحته والأردن رفضته، لأنه في خطر سياسي علينا في الأردن إنه يكون مصدر ضخ المي من إسرائيل على البحر الميت بيديها. لا سمح الله صار حرب ومتوقع تصير حرب، إسرائيل بكل بساطة بتفتح المي علينا وبتغرق غور الأردن كامل. فهذا الموضوع مش من صالحنا، لا إحنا من صالحنا إحنا نبيعهم بسعر دينار ونشتري منهم بسعر 27 قرش. ليش إحنا نتعب حالنا؟ لا إحنا بنأخذ مي منهم بالشمال ونعطيهم مي بالجنوب، وصلى الله وبارك وشكرا لكم. شكرا محمد، وننتقل إلى الملخص من الفريق المعارض رزان بدوي. رزان معك دقيقتين. مرحبا. بناء على ما جاء به زملائي فإني أعود وأكرر بأن مشروع ناقل البحرين لن يحل مشكلة المياه في الأردن بالشكل المطلوب. نحن لدينا منظومات بديلة من خلالها نستطيع سد الحاجة المائية للأردن دون أن نحمل تكلفة عالية جدا ترهق كاهل المواطن الأردني، وهو الأهم، غير أن مشروع ناقل البحرين سوف يكلف مبالغ باهظة الثمن ويحمل الأردن مديونية كبيرة فوق طاقتها بكثير. ردا عليك، وكما ورد فإننا نؤكد بأننا مشكلة تناقص المياه في البحر الميت ما راح يروح، وإنما سنؤخر فقط لبضع سنوات. يعني أنت بتقولي لخمسين سنة تناقص مياه البحر الميت، المشروع هذا راح يأخر فقط لبضع سنوات، يعني كمان 10-20 سنة بس. بالإضافة إلى الخطر الذي سيهدد الأراضي الذي يمر بها الأنبوب من الناحية البيئية وتملح التربة، حيث أنه سيتسبب بحدوث بقع حمراء جديدة وظهور بكتيريا جديدة. والجدير بالذكر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مر الزمن أثبتت عدم التزامها بالمواثيق الدولية والعهود الأردنية، فلماذا نعول عليها ونحن نعلم أنها لن تفي بوعودها؟ لماذا لا يتم توقف سرقة مياه نهر الأردن؟ لماذا ستدفع الأردن وحدها فاتورة سرقة مياهها ونحن نمتلك بدائل وحلول أخرى أوفر بكثير؟ لماذا دائما نلجأ لتحميل الأجيال المتعاقبة عواقب سوء مشاريعنا؟ شكرا. شكرا رزان، وشكرا لكل الفريقين على الالتزام بالوقت. الآن قد سمعنا الآراء من الفريقين المؤيد والمعارض. كان معنا الفريق المؤيد من جامعة فيلادلفيا والفريق المعارض من جامعة عمان الأهلية. الآن سننتظر لجنة الحكم أن تعطينا النتائج. بعد ما وصلتنا النتائج من لجنة الحكم، الفارق كان بسيط جدا بين الجامعتين. جامعة فيلادلفيا حصلت على 83%، وجامعة عمان الأهلية حصلت على 83.8%. جامعة عمان الأهلية إذن هي الفائزة بفارق 8.10 نقطة. بهذا نكون قد أنهينا الدورة التأهيلية من مسابقة المناظرات الوطنية، وانتظرونا في الربع النهائي لهذه المسابقة في الحلقات القادمة إن شاء الله.